الإنسان أن ينصر المظلومين وأن يشوف مأوى لهذول المشردين وأن يحافظ على حقوقهم قدر الإمكان. يا من الحلو يا سيد يا غالي، ما أنت لما انشلت ليش اصطحت؟ احنا أطلقنا عدة حملات منذ بداية أحداث الموصل لإغاثة النازحين واللاجئين من مختلف طوائف. بعد التهجير الذي خص الطائفة المسيحية الذي حدث قبل يومين، قررنا أن يكون لا نعمل فقط على الحملات والدعم الإغاثي، أيضا قررنا أن ننزل إلى الأرض ونبين أعداد المتسامحين وأعداد العراقيين الوطنيين المدنيين الذين لا يرغبون بالتفرقة على أساس الطوائف، والذين هم مستعدون لوقوف وجه هذه التنظيمات، فكر هذه التنظيمات المتطرفة، ومقابلتهم بفكر مدني حقيقي يحث على الوحدة العراقية. أنا أشوف هاي طبيعة العراقيين، دائما كانوا متلاحمين، وهذه الفتنة جاءت من الخارج. لما الاجتماع يبين أيضا مدى للعراقيين ورغبتهم في الحفاظ على اللحمة الوطنية والعيش المشترك. فنحن نشكر التضامن مع المسيحيين اليوم في الموصل اللي تركوا بيوتهم لأنهم مسيحيين، هذا عيب وعار في مجتمع متمدن.